لم يكن فصل الصيف في المناطق الساحلية مختلفا كثيرا هذه المرة عن الأعوام الماضية، ولكنه كان أشدها قساوة. غياب الخدمات الضرورية وعلى رأسها التيار الكهربائي الذي تراجع بشكل كبير هذا العام كان سببا رئيسيا في تفاقم المعاناة، إسهاما في تخفيف المعاناة وعودة الحياة إلى محافظة أبين. وصلت المولدات الكهربائية الإسعافية إلى المؤسسة العامة للكهرباء والمقدرة بستة ميجاوات كدفعة أولى، تتبعها في الأيام القادمة ستة مولدات أخرى. استلمنا الدفعة الأولى من المولدات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة كهدية لأبناء محافظة أبين، وعددها ستة مولدات، على أن تتبع في الأيام القادمة الست المولدات الأخرى. المولدات الإسعافية للكهرباء جاءت بعد تدهور كبير للخدمات وعجز الحكومة الكامل عن توفيرها للمواطنين نتيجة الصراع العسكري الذي تشهده البلد منذ أعوام. محافظة أبين تعرضت فيها البنى التحتية لتدمير ابتداء من حرب 2011 والحرب الأولى والحرب الثانية في 2015. الحرب الأولى كانت مدمرة بشكل كبير للبنى التحتية، لا سيما الكهرباء والمياه، وظلت الأمور على هكذا دون حل ناجع يجنب المواطنين المعاناة. بعد وصول هذه المولدات إلى المحافظة يأمل المواطنون أن يأخذون ولو قسطا بسيطا من الراحة، وخصوصا وقد بات الصيف يلفظ أنفاسه الأخيرة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.